السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة ماروك أخبار بالدارجة. في خبر جديد لهذا اليوم، حسب مجموعة من المعارضين الجزائريين، في الجيش الجزائري عقد اجتماع وصف بالهام المفصلي حضر فيه كل القادة العسكريين اللي كيحكموا الجزائر، غير أنه بعد مرور ساعة ونصف من هذا الاجتماع خرج شنقريحة غاضبا ويتلفظ بكلمات نابية. فما هو السبب؟ يقول زيتوت وأمير ديزاد وكوكب من المعارضين ممن يتلقون كل الأخبار وتحركات الجيش الجزائري أن الاجتماع خصص للمغرب لتدارس طريقة لمنع المغرب من توقيع اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي اللي غيقوم بتوطين عدة أسلحة دفاعية وهجومية عالية التقنية. المعلومات اللي وفرتها الاستخبارات الجزائرية للجيش الجزائري فهذا الاجتماع كانت مرعبة لشنقريحة وآخرون، بحيث سيتم إنتاج أسلحة جد متطورة لا تملكها سوى دول قليلة، ما يعني أن كفة المغرب لم تعد متوازنة مع الجزائر، اللي أصبح كيوجد مشكلة حقيقية في إبرام صفقات عسكرية بسبب نقص السيولة النقدية. شنقريحة في هذا الاجتماع طلب إعداد خطة من أجل الدخول في اشتباك مباشر مع المغرب عن طريق افتعال مشكلة حدودية، لكن رد الاستخبارات العسكرية الجزائرية وبعض الجنرالات الكبار في الجيش الجزائري حذروا من هذه الخطوة لأنها لم تعد مغامرة متهورة ستلحق الضرر بالجزائر، وأن القوات المغربية لا يمكن تقدير وتوقع حجمها، مستشهدين بفشل زرع خيوط الحرب في الصحراء، إذ أن بوليزاريو التي تعرف جيدا أصول الحرب العصابات فشلت وأصبحت تخشى من مغادرة معسكراتها في الجزائر بسبب الأسلوب الجديد اللي كتنهجو القوات المغربية والإمكانيات اللي أصبحت كتوفر عليها. هذه الأسباب جعلت شنقريحة يخرج ويصف زملائه بالجبناء، وقرار إغلاق المجال الجوي أتى كخلاصة لهذا الاجتماع. المغرب مباشر بعد علم الاستخبارات العسكرية بمحتوى هذا الاجتماع قام بتغيير في القيادة العليا عن طريق الذبح بأحد قوى رجال الجنرال فاروق بلخير إلى قيادة الجيوش المغربية، ووضع كل السيناريوهات المحتملة على الطاولة.